MDJS, faire gagner le sport. متابعي موقع لوماتا سبور، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإخباري اليومي غيداك سبور، والبداية مع أبرز العناوين. الشعباني يقول سيناريو التأهل كان هيتشكوكي وأنا فخور باللاعبين. اشتباكات عنيفة من لاعبي أبو سليم الليبي خلال مباراتهم ضد بركان. رحيمي يقول أنا في صحة جيدة الحمد لله. موتسيبي يحضر افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا للفوتسال بالمغرب. وزياش يتوج بأول لقب له رفقة غلطة ساراي. إلى التفاصيل. قال معين الشعباني مدرب فريق نهضة بركان لكرة القدم أن سيناريو مباراتهم أمام أبو سليم الليبي برسم ربع نهائي كأس الكاف كان هيتشكوكي، لكن الحمد لله كنا مؤمنين بالتأهل آخر دقيقة. وأضاف كانت هناك مشاعر مختلطة بين الفرحة والتوتر، شاهدت بعض اللاعبين يدرفون الدموع وهذه هي الروح التي أرغب أن تكون في فريقي. التأهل هدية لجميع المكونات وخاصة الجماهير التي نعدهم بالأفضل مستقبلا. دائماً مع مباراة نهضة بركان وأبو سليم الليبي اللي شهدت أحداث عنف خلال الدقائق الأخيرة ضد الحكم المصري محمد معروف، وحسب عدة مصادر فإن حكم المباراة يستعد لتقديم تقرير ضد لاعبي وطاقم أبو سليم بعد محاولة الاعتداء عليه داخل الملعب وفي طريقه لغرفة تبديل الملابس بعد نهاية المباراة، كما أن رجال الأمن طلبوا تعزيزات إضافية لحماية الحكم اللي حاول الدفاع عن نفسه نتيجة اعتراض الفريق الليبي بشدة على احتساب هدف بركان الثالث ولأهله لنصف نهائي كأس الكاف. دولي المغربي سفيان رحيمي ولاعب العين الإماراتي الجماهير حول حالته الصحية عقب تعرضه لإصابة على مستوى الرأس خلال اللقاء اللي جمع فريقه والنصر والانتهى بثلاثية الواحد أمس الأحد ضمن منافسات جولة 18 من الدوري الإماراتي. وقال رحيمي على حسابه بالإنستغرام أنا في صحة جيدة الحمد لله ونتائج الفحوصات جاءت مطمئنة، شكرا لكل من سأل عني. أكد موقع الكاف أن رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة باتريس موتسيبي غادي يحضر افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة الخميس المقبل والمقرر إقامتها بالعاصمة المغربية الرباط. ويذكر أن منافسة كأس إفريقيا للفوتسال غادي تجرى بكل من قاعة ابن ياسين وقصر الرياضات بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و 21 أبريل الحالي. أحرز الدولي المغربي حكيم زياش أول لقب ليه مع نادي غلطة سراي التركي هذا الموسم بعد تتويجه أمس الأحد بطلا لكأس السوبر التركي على حساب فنيرباشي في مباراة انتهت في أول الدقائق بسبب انسحاب النادي الأسطورة. وانسحب نادي فنيرباشي مباشرة بعد تسجيل نادي غلطة سراي الهدف الأول في الدقيقة الأولى من المباراة، حيث أشارت تقارير إعلامية أن إدارة النادي خططت للأمر مسبقا احتجاجا على أوضاع المنافسة حاليا علما أنه خاض اللقاء بلاعب أقل من 19 سنة. وبهكذا مشاهدينا كنكون نوصل لنهاية أخبارنا اليوم، إلى اللقاء. MDJS, faire gagner le sport.